أصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من القرارات على رأسها الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية اللي بتنتج محاصيل رئيسية بيتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل اللي بيتم تصديرها للخارج، والموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض. كلف مجلس الوزراء والجهات المعنية بإصدار القرارات التنفيذية واستصدار ما يلزم من تشريعات مع قيام الأمانة الفنية بعرض تقرير على المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه القادم.